بمبادرة أهلية وشعبية من قبل أهالي مدينة السلمية، تم إقامة بيوت شعر وفتح صالات لاستقبال أهالي المدينة في حال حدوث أي طارئ. قررنا أهالي السلمية والمجتمع المحلي نكون عم نمد إيد المساعدة بهي الظروف الصعبة، ظروف الهزات الأرضية والزلازل. مشان هيك طلعت مبادرة إنشاء مساحات آمنة اللي هي خيام وبيوت شعر، لتكون مساحة آمنة للأهالي لما بيخرجوا من بيتين لحظة الزلازل. طبعا المبادرة كتير حلوة، يعني من كل الأهالي ومن كل العوائل السلمية ببناء هاي الشوادر لإيواء أهل الحارة وإيواء القادمين من برات الحارة أو من برات المدينة. هم كتير بادرة خير من الجيران ومن هالأزمة اللي صارت، يعني يعطين ألف عافية. يعني العالم صارت تطلع من بيوتها والجو كان معطي بقى، صارت مثل شمسين حتى تحت العالم تتدرب تحت منه هالأزمة هي. جمعية العاديات السلمية وفريق خطوة افتتحت صالة مجهزة بكافة التجهيزات التي يحتاجها الأهالي. حبينا نساهم ولو بجزء بسيط، مبادرة بسيطة لأهلنا المتضررين بكل المحافظات السورية، طبعا مو بس لأهل السلمية اللي بدون مأوى أو بحاجة ل مكان يلجأ له، فالصالة مفتوحة طبعا 24 ساعة. مثل ما شايفين القاعة هي مجهزة بإضاءة وبكهرباء، فيها كهرباء على الطاقة الشمسية، وهذا الشيء اللي يأمن شحن الأجهزة الخليوية للتواصل، بالإضافة لوجود شبكة إنترنت سريع مشان أي حدا حاب يتواصل مع عائلته، حاب يتواصل مع أي حدا مع رفقاته ويطمن عليهم بالمحافظات الثانية. المبادرة رسالة تعكس صورة الشعب السوري بالوقوف إلى جانب بعضهم البعض في وقت الأزمات. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حمص.